يسعد اوقاتكم اصدقائي واهلا وسهلا فيكم في فيديو جديد وجوله جديده. اصدقائي اليوم رح نتعرف على اجواء راس السنه والاجواء الحاليه في مدينه اسطنبول في اهم واشهر اماكن سياحيه في مدينه اسطنبول. اصدقائي نحن حاليا متواجدين في منطقه كاديكوي في القسم الاسيوي من اسطنبول الاسيويه. هي الاجواء الحاليه اجواء راس السنه واحتفالات راس السنه. منطقه كاديكوي منطقه كثير حلوه فيها كثير من المطاعم والمقاهي والاسواق قديمة. هلا راح تعرف على الاجواء الحالية واجواء راس السنة والشوارع في منطقة كاديكوي. اصدقائي درجة حرارة اليوم في اسطنبول هي 11 درجة مئوية. اجواء كتير حلوة ومشمسة اليوم. ازدحام شديد في منطقة كاديكوي. اسعار الدولار في تركيا اليوم في اسطنبول تحديدا هي 29.25. ارتفاع جديد في اسعار الدولار قبل نهاية العام. هنا نتعرف على الاجواء داخل اسواق كاديكوي كيف هي الاجواء الحالية. نشوف زينة راس السنة في هاي المنطقة. منطقة كتير حلوة قريبة على الساحل لازم تزوروها وقت زيارتكم لاسطنبول. اصدقائي هلا رح ندخل على احد الشوارع في منطقة كاديكوي نتعرف على بعض الاسعار كيف هي الاجواء. طبعا في كتير من المطاعم والمقاهي في هاي المنطقة مثل ما انتم شايفين. منطقة كتير حلوة لازم تزوروها من اهم واجمل اماكن سياحية في اسطنبول الاسيوية. مناظر كتير حلوة ما شاء الله مثل ما انتم شايفين. هاي الاسعار اسعار عصير رمان 20 ليرة عصير برتقان 20 ليرة. اسعار كتير حلوة لهذا المحل وزينة كتير حلوة. هي الاجواء الحاليه في اسطنبول وهي زينه راس السنه. العالم كله جاي على هذا المحل لحتى تتصور. طبعا هذا المحل قريب كثير على ساحل كاديكوي. ازدحام شديد بهذا المكان في الوقت الحالي. طبعا الشوارع في منطقه كاديكوي كلها زينه. الشوارع كاديكوي كلها حلوه كلها مطاعم مثل ما كنتم شايفين مقاهي. جالس استحلب بهذا المحل 50 ليرة. ازدحام شديد بهذا المحل مثل ما كنتم شايفين. العالم كلها واقفة على الدور حتى تدخل لجوا وتصور. اجواء كثير حلوة. طبعا الشوارع كلها مزينة في منطقة كاديكوي. طبعا اللي جاي بهالفترة لاسطنبول لازم يزور هاي المنطقة. المنطقة كتير حلوة مثل شارع الاستقلال في تقسيم. اجواء كتير حلوة بتكون في راس السنة ليلة راس السنة واحتفالات كتير حلوة لهذا المكان بتكون مثل ما كنتم شايفين. اصدقائي اجواء كتير حلوة الشوارع كلها زينة زينة كتير حلوة. طبعا محلات الزينة هي اللي بتزين هيك شغلات وفي بعض المطاعم بتعمل زينة كتير حلوة.
مثل ما كنتم شايفين اصدقائي مطاعم موجوده في كل مكان في منطقه كيريكوي. هي الاجواء الحاليه، اجواء كثير حلوه داخل هذا الحي. هذا محل بيع الزينه، محله كثير حلو ما شاء الله وكثير مزدحم. طبعا في سوق كبير لبيع ملابس في منطقة كيريكوي، الشوارع كلها كثير حلوة الشوارع في منطقة كيريكوي. هنتعرف على بعض أسعار الملابس في هذا الحي أو هذه المنطقة. منطقة كثير مشهورة في محل لبيع لحم عجين كثير حلو، أكلاته كثير طيبة. هذا هو المحل، اسمه المحل بورسام تاس فرن. الأسعار عنده كتير حلوة وأكلاته كتير طيبة. طبعا أسواق كيريكوي كتير كبيرة ما شاء الله، أجواء فيها كتير حلوة خصوصا اجواء راس السنه. انا كلها بتجي لهذه المنطقه لحتى تتصور. طبعا في سوق خاص لبيع الماركات العالميه والاحذيه والاكسسوارات. هي سعرها 250 ليره. هي القبعه شتويه 50 ليره. أسعار حلوة مقارنة بغير أماكن. في كتير محلات لبيع الزينة وإكسسوارات في منطقة كيريكوي، أسعار كتير حلوة داخل المحلات. سعر الجراب 30 ليرة و3 ب55، هي سعرها 150 ليرة. هلا حنروح على السوق الماركات نتعرف على أسعار الأحذية والملابس. هي سعر بعض الحلويات، سعر طعمي 40 ليرة، طبعا سعره غالي نوعا ما. هي غدا بجاتو 400 ليرة. طبعا بالأسواق الشعبية تكون أسعار أرخص. أصدقائي هلا حندخل على شارع الماركت نتعرف على أسعار الملابس بعد أسعار الأحذية. طبعا أسعار الأحذية في داخل هذا المكان كثير رخيصة وحلوة. في أحذية جلد، في أحذية ما هي جلد. ٢٥٠ ليرة سعر البوط. في ملابس رياضية كمان بعد السوق. طبعا الأسعار تبلش من 200 نحن طالعين. هذا بوت نسويني. هي الأسعار عندنا 250 ليرة، أسعار كتير حلوة. راح نشوف أسعار الملابس حاليا. موديلات كتيرة، موديلات أحذية كتيرة بعد المحلات. صار كثير رخيصة ما شاء الله بهذا المحل، بهذا الشارع عفوا. 250 ليرة سعره كثير حلو، أسعار أرخص من غير أماكن. مع أني منطقة سياحية لكن أسعار جيدة. هي كانت زي 250 ليرة. سعر بنطلون 250 ليرة، سعر ممتازة. القميص رجالي 350 ليرة. سعر مونت 1300 ليرة. فرو موديلات كتيرة بهذا الشارع ما شاء الله، في كتير محلات.
طبعا هذا الشارع غير الاسواق اللي موجوده في كاليكوي. منطقه كاليكوي منطقه كثير حلوه، بزور عدد كبير من السياح العرب والاجانب، خاصه في راس السنه في شهر 12 اجواء كثير حلوه بتكون بهي المنطقه. موجود في هاي المنطقة كمان خط الترام مثل الموجود في شارع الاستقلال. لهون اصدقائي يكون انتهى الفيديو، بكون تعرفنا شوي مع بعض على منطقة كاليكوي والاجواء فيها، الاجواء الحالية داخل منطقة كاليكوي. اتمنى منكم اشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لتكون كل شيء جديد.